أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، أرحب بكم إلى النشرة الرياضية لهذا اليوم، والبداية من أهم العناوين. إقامة مباريات الجولة المؤجلة في دوري بلقيس لكرة القدم. اليمني جاشع المقدشي يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى لأول مرة في تاريخ الاتحاد. لاعب المركز اليمني لنكوكو يوسف الخضري يحصد ميداليتين ذهبيتين في البطولة العربية بالأردن. أهلا بكم. تغلب نادي وحدة عدن على ضيفه نادي المنصورة بأربعة أهداف لهدف لحساب الجولة 16 من دوري طيران بلقيس لكرة القدم. هذا الفوز رفع رصيد الوحدة إلى 28 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي رصيد المنصورة عند 17 نقطة في المركز السابع. ولحساب الجولة ذاتها اكتسح نادي شمسان نظيره النصر بستة أهداف مقابل هدفين. بهذه النتيجة ارتفع رصيد شمسان إلى 26 نقطة في المركز الخامس، وبقي رصيد النصر 7 نقاط في المركز التاسع. وكذلك وكانت هذه الجولة قد شهدت تعادل التلال والجلاء بهدف لمثله، وكذلك تحقيق الروضة أول فوز له في البطولة على نادي الجزيرة بثلاثة أهداف لهدفين. ويلعب في الأثناء فريقا التلال والروضة على أرضية ملعب باوزير بالمعلى لحساب الجولة 11 المؤجلة من دوري بلقيس كرة القدم. كما يلعب الآن أيضا فريقا المنصورة والنصر على أرضية ملعب العلواني بالمنصورة. ولحساب الجولة المؤجلة ذاتها يلعب يوم غد فريقا الجلاء والشعلة على ملعب حقات بكريتر، كما يستضيف وحدة عدن نظيره الجزيرة على ملعب الشهداء بالشيخ عثمان. وفي نفس التوقيت يلتقي فريقا شمسان والميناء على ملعب باوزير بالمعلى. مشاهدينا، إليكم الآن نتائج الجولة 16 من دوري طيران بلقيس وجدول الترتيب. إلى دوري الفقيدة السقطري لكرة القدم، حيث تأهل نادي اتحاد المسيلة إلى نهائي البطولة بعد فوزه على نادي الشبيبة بركلات الترجيح. وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بتعادل الفريقين بدون أهداف لحساب الدوري نصف النهائي. بهذا الفوز يضرب نادي اتحاد المسيلة موعدا مع جاره نادي فرتك في المباراة النهائية. وكان نادي فرتك قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نادي الريدة الشرقية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي. وفي بطولة المهر لكرة القدم بوادي حضرموت، تغلب نادي سلام الغرفة على نادي شبان بثلاثة أهداف دون رد في أولى مبارياته ضمن المجموعة الثالثة. بهذا الفوز احتل السلام المركز الثاني بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن اتحاد سيئون الذي يتصدر ترتيب المجموعة بنفس الرصيد من النقاط. كما احتل نادي شبام المركز الثالث بثلاث نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على شباب مدودة الذي بقي في المركز الرابع برصيد خال من النقاط. وضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الأولى، تغلب نادي أحرار تربة على هلال السويري بهدفين دون رد ليخطف بذلك نادي الأحرار بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة. ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى نادي شباب عينات بتسع نقاط بعد فوزه في المباريات الثلاث. إلى بطولة كرة القدم في المنطقة العسكرية الثانية، حيث توج فريق الكتيبة الخاصة بكأس البطولة. وتغلب فريق الكتيبة الخاصة في المباراة النهائية على فريق لواء بارشيد بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بدون أهداف. وأقيمت منافسات البطولة على أرضية ملعب الفقيد برادم بمدينة المكلا ضمن احتفالات المنطقة العسكرية الثانية بالذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت.
يستعد نادي وحدة صنعاء لإقامة الملتقى الرمضاني الثالث لكرة القدم بعد نجاح تنظيم النسختين الماضيتين من البطولة. ودعا نادي الوحدة جميع الأندية الراغبة بالمشاركة في البطولة من مختلف محافظات الجمهورية بالتسجيل لدى اللجنة المنظمة بالنادي. وقال وحدة صنعاء في دعوته أن الملتقى الرمضاني الثالث سيضم مسابقات رياضية وثقافية أخرى بالتزامن مع بطولة كرة القدم التي تعد الأبرز والأهم في الملتقى. شهدت البطولة الآسيوية لألعاب القوى تميز اللاعبين اليمنيين المشاركين في المنافسات والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة. وحصد العداء اليمني أحمد الياعري ميدالية برونزية في اليوم الأول من البطولة لسباق 400 متر، حيث قطع المسافة خلال زمن قدره 48 ثانية و27 جزءا من الثانية، وهو رقم قياسي جديد بين اللاعبين اليمنيين. وكان العداء اليمني سعيد باحشوان قد قطع المسافة في ذات السباق بزمن قدره 49 ثانية و72 جزءا من الثانية. ويمثل المنتخب الوطني لألعاب القوى العداءان أحمد الياعري وسعيد باحشوان في سباق 400 متر رجال، والعداء حنين ثابت في ذات السباق للفتيات، والعداء نور الدين الحميضة في سباق 10,000 متر، والعداء مبارك اليافعي في سباق 3,000 متر موانع. فاز رئيس الاتحاد اليمني لألعاب القوى جاشع المقدشي بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى متفوقا على 22 من منافسيه. وجاء ذلك في انتخابات الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة بالتزامن مع انطلاق البطولة الآسيوية. كما أسفرت الانتخابات عن احتفاظ القطري دحلان الحمد برئاسة الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى بفوزه بالانتخابات ب30 صوتا، متفوقا على منافسه الأردني سعد حيصاد الذي نال 13 صوتا من أصل 45. وتعد هذه المرة الأولى التي تفوز فيها اليمن بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى. كما حصل الاتحاد اليمني لألعاب القوى على جائزة أفضل اتحاد تقدمي في قارة آسيا، حيث يحرص على تمثيل اليمن في مختلف المشاركات الدولية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وقال رئيس الاتحاد اليمني لألعاب القوى جاشع المقدشي، قال أن الاتحاد حرص على الحضور من أجل المشاركة في البطولة الآسيوية وليس المنافسة بسبب الظروف الصعبة في اليمن. المنتخب إن شاء الله مستعد للمشاركة وليس للمنافسة، نظرا لظروفنا وإمكانياتنا المنعدمة تماما، ولكن حريصا للمشاركة. والحمد لله كان مشاركتنا الأخيرة في آسيا للناشئين وحققنا ميدالية برونزية، والحدث الكبير والعظيم اللي بطولة آسيا في الدوحة اللي مال هذه الدولة من مكان مرموق وفعال في خدمة ألعاب القوى على مستوى آسيا وعلى مستوى العالم. وفي بطولة الأندية العربية لكونغفو بنسختها 19 والتي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان، حصد لاعب المركز اليمني لكونغفو يوسف الخضري ميداليتين ذهبيتين. وحقق اللاعب الخضري هذا الإنجاز في أسلوب التايجي لفئة التاولو الاستعراضية بالبطولة. وكان زميله أحمد علي أحمد قد حصد ميدالية فضية في أسلوب الناشوان الاستعراضي بالبطولة. وشارك المركز اليمني لكونغفو بهذه البطولة إلى جوار 14 ناديا عربيا من السعودية ومصر والعراق والجزائر وفلسطين والأردن. حقق اللاعب اليمني فيصل السباحي المركز الثاني في البطولة العربية لرواد التنس لفئة 55 عام إلى 64 عام والتي ينظمها نادي التنس الأردني بالتنسيق مع الاتحاد الأردني للتنس. وكان السباحي قد تأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة اللاعب الأردني سمير مرقص بعد فوزه في نصف النهائي على اللاعب السوري نهاد أبو الشباب بمجموعتين دون رد. وشارك في البطولة التي اختتمت اليوم الاثنين، شارك فيها رواد التنس العرب من اليمن ومصر والأردن وسلطنة عمان والبحرين والسعودية وسوريا وليبيا والجزائر وتونس والعراق ولبنان والمغرب. مشاهدينا، مع ختام الجولة الماضية من الدوريات الأوروبية الكبرى إليكم أبرز نتائجها.
شكرا لحسن المتابعة مشاهدينا، وإلى اللقاء.